بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم أجمل ترحيب في قسم الهندسة المعمارية جامعة جهان أربيل. تأسس القسم بالعام الدراسي 2009-2010، ومن ذلك الحين تخرج مجموعة من المهندسين والمهندسين المعماريين الذين يخدمون البناء والعمارة في إقليم كردستان بصورة خاصة وفي العراق في صورة عامة. مناهج القسم المعماري في جامعة جهان أربيل موضوعة بحيث تنافس المناهج المعمارية للأقسام الهندسية المعمارية في العالم، ولذلك المنهج الدراسي في جامعة جهان يغطي معظم التوبكس الضروري لكي يتخرج مهندس معماري ينافس في السوق ويستطيع بأنه يكون مهندس معماري ناجح. منذ ذلك التاريخ تخرج ما يقارب من 12 دورة من طلاب قسم الهندسة المعمارية. طلاب الهندسة المعمارية بعد تخرجهم أكيد سوف تكون أمامهم فرص كبيرة للعمل في المكاتب الاستشارية، في السوق العماري، وفي بقية الأمور التي تخص هندسة العمارة. نرحب أجمل ترحيب في كافة طلبة إقليم كردستان وطلبة العراق، ونشجعهم على الانضمام إلى قسم الهندسة المعمارية للعام الدراسي القادم 2022-2023. أهلاً وسهلاً بجميع طلبتنا أولادنا، وأكيد المهندسين المعماريين من يتخرجون راح يكون زملاؤنا في المستقبل، فأهلاً وسهلاً بكم.